في محافظة البصرة موضوع آخر، تم رفع الحجر المقرنص من الأرصفة وفرش السجاد بدلاً عنه، ما جعل العراقيين يطرحون تساؤلات عن مدى قدرة السجاد على مقاومة الأجواء في محافظة البصرة. فنشاهد. تحية طيبة. طبعاً هاي تمثال مال الشركة في تقاطع الجزائر، جاي يشوفون الرصيف شلون قاطعينه. الشركة هاي الشركة شنو مو جزارته، شوف شلون قاطع الرصيف بالكامل، مسوي إعلان للشركة، أيضاً بالجانب هذا والجانب الثاني. شنو منجزات هاي الشركة؟ طبعاً منجزات هاي الشركة سوت هاي الجوتة الخضراء مدري زورية، هاي الخضراء بدأ الرصيف شالوا الرصيف وحطوا هاي الجوتة الخضراء اللي بعد 5 أشهر مدري 6 أشهر تنشال ولزقوها تلزيق. هاي منجزات هاي الشركة وسوت لها تمثال الشركة قاطعة بيه الرصيف. هاي رسالة إلى بلدية البصرة ومدير بلدية البصرة أن يشوف هاي المهزلة، مهزلة الشركات. قاطعين الشارع كامل، رصيف كامل قاطعينه منا، شوفوا منا هذا جاي على مود حاطين محتفلين، حاطين هاي الزورية الخضراء حاطينها محتفلين بيها. تحياتي لكم.